السلام عليكم يا شباب، قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو اذا ما كنت مشترك بالقناه، اشترك بالقناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تحميل حزمه اغلفه لقنوات الرياضيه، لقنوات السبورت او لقنوات كره القدم، فاغلفه او بنرات جاهزه بس انت تعدلها، يعني هو ملف بي اس دي جاهز للتعديل، فانا بشرح لك كل شيء كيف تعدل، كيف كل شيء راح بشرح لك في هذا الفيديو. فقبل ما اشرح لكم طريقه التحميل جدا سهل، لازم تحمل ملف البي اس دي جدا سهل، افتح الوصف بتحصل رابط التدوينه او الموقع الخاص بك، كل ما عليك انك تطلع رابط التدوينه تنزل لتحت بتحصل الاغلفه البنرات بصيغه بي اس دي بملف ورابط واحد، بس تضغط على الرابط بيوديك لصفحات اعلانيه، تتخطى الاعلانات بيفتح لك موقع ميديا فان، فتضغط على الداونلود فيبدا تحميل الملف البي اس دي مباشره على جهازك. اذا ما عندك برنامج فوتوشوب تقدر تحمل هذا البرنامج الفوتوشوب اللي انا استخدمه حاليا، تضغط على الرابط بتحمل بالطريقه العاديه، ما يحتاج تثبيت ما يحتاج اي شيء، افتح برنامج فوتوشوب، بعد ما تفتح برنامج فوتوشوب تحصل بعد ما تحمل الملف الاغلفه اضغط على كليك يمين، اضغط اشتراك او استخراج او فك الضغط، فيبدا ينتج لك هذا الملف البي اس دي اللي راح تعدل عليها من خلال برنامج فوتوشوب. الحين ننقل هذا الملف البي اس دي نحطه في الفوتوشوب، نحطه في هذا المكان، شوفوا نحطه في هذا المكان، اوكي بعد ما تحطه خلاص يفتح لك الاغلفه، اوكي؟ عندك هني رندرات، اوكي؟ ناس ما تشوفوا رندرات اللاعبين، تقدر تختار اي رندر يناسبك، مثلا عندك لاعب مصري، عندك كريستيانو، بس ازل العلامه، ازل العلامه هذا حط على رندر اخر، مثلا محمد صلاح، عندك 10 لاعبين، اختار اللي يناسبك، مثلا هذا روبن، اوكي مثلا محمد صلاح، ميسي، كريستيانو، هذا لاعب مصري ما ادري وين شو اسمه، اوكي عندك هنا مثلا هذا اللاعب نسيت اسمه، تقدر تحط لاعبين مثلا، انا بشرح لك مثلا هذا اللاعب، اختار الرندر اللي يناسبك، اوكي تقدر تختار رندر ثاني، مثلا رندر هذا اللاعب، مثلا تختار رندر ثالث، او مثلا اعطيك مثلا تبي هذا الرندر، اوكي تقدر تنقل هذا الرندر، بس اضغط على هذا الزر انقل الرندر مثلا هنا، اوكي رندرين، حط يعني شخصيتين او لاعبين في الاغلفه. بعد ما تحط الحين طريقه الحين الحواف عندك هنا، مثلا تشوفون حواف مكتوب ملف حواف، اضغط على هذا السهم بيعطيك ثلاث حواف، اختار الحواف اللي يناسبك، عندك ثلاث حواف، اوكي مثلا هذا الحواف او هذا الحواف، اوكي مثلا انا بختار هذا الحواف الناري، اوكي الحين عرفنا كيف نغير الحواف، عرفنا كيف نختار رندر او لاعب، اوكي الحين طريقه تغيير النص مكتوب نوح فريستال، كيف تعدل هذا النص؟ طبعا جدا سهل، افتح هذا يور تكست، ناس بتشوفون اضغط على هذا السهم يور تكست، يعني عندك اربع نصوص لازم تغيرها كلها باسمك، اوكي الحين ناس بضغط على هذا الخيار، اوكي اضغط على ملف تكست، اوكي مثلا هنا حدد لك بعد ما تقدر تضغط على تكست، اوكي حدد النص كامل، اكتب نوح مثلا، اعطيك مثال مثلا تكتب اي شيء مثلا نوح، اوكي بس اعطيك مثال، اوكي بالانجليزي اكتب نوح، اوكي ما كتبنا نوح، اوكي بعد ما تكتب اسمك، اوكي روح لل عزل هذا العلامه، اوكي روح للنص الثاني، هذا النص الثاني، اوكي عزل العلامه اللي عدلت عليها، بعد ما تعدل اسمك شيل الاشاره هنا، حط الحين روح على الثاني النص الثاني نفس الطريقه، اضغط عليه هنا وحدد الكل، اكتب اسمك نفس الاسم مره ثانيه، اسمك مره ثانيه، اوكي بعد ما تكتب اسمك، اوكي اضغط على علامه الصح، اوكي عزل العلامه، روح على النص الثاني نفس الطريقه، اضغط عليه وحدد الكل، اكتب اسمك ثالث مره، اوكي بعد ما تنتهي عزل العلامه، روح للنص الرابع، اوكي اضغط هنا حدد الكل، اكتب اسمك الرابع مرة، بعد ما تكتب اربع مرات اسمك خلاص الحين رجع كل العلامات، اوكي الناس يشوفون كتبنا اسمنا، اوكي تقدر وبس كذا انت كتبت اسمك، تقدر تكتب اسمك الكامل، بس انا رويت كتبت اسمي واحد حتى اوريكم، بس هذا هو طريقة التعديل، بعد ما تنتهي من رابع اسمك اضغط على الفايل، اضغط سايف اس مكان حفظ الصورة سطح المكتب، اني اختار جي بي اي دي، هذا الخيار جي بي اي دي، اضغط على سيف مباشرة يبدا يحفظ الغلاف مباشرة على الجهاز، الناس تشوفون تم حفظ غلاف جدا خرافي، شوفوا يا رباه. وبس هذا هو، تختار اي رندر غلاف بي اس دي جاهز، بس انت تختار الرندر، تختار الحواف طبعا بالشعاع وضوء النيون، اسمك بالشعاع وضوء النيون، الناس تشوفون. وبس هذا هو الشرح، اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس، مع السلامه.